دائما نرجع ونكرر ومفيد هذا يتقال دائما، لأن هذا ضروري في اللحظات. الناس مسيطر عليها الخوف في المناطق هذه والمناطق المجاورة، التذكير ضروري. الهزات الاتدادية غتبقى معنا واحد المدة، بضعة أسابيع، بضعة أشهر. علينا تقبلها، علينا تقبل هذه الهزات الاتدادية. فقط الحذر في الموقع اللي موجودين فيه، ما تكونش انهيارات صخرية ولا في الجوار. إذا دائما واحد من اللي يتنقل ويشتغل هو سكان محليين، مساعدين، مسعفين، الكل معنيين بالابتعاد عن مصادر الخطر الجانبي. الانهيارات الصخرية شفناها كتحدث بدون حتى الهزات. يعني هذا الوضع الموجود عليه هو وضع توازن مش طبيعي، يعني توازن حرج. هذا التوازن الحرج في أي لحظة الصخور تنزل، لذلك تعد عنها. هي راهي تنزل على مراحل، ممكن تنزل إلى واحد المستوى توقف، ولكن تستمر من بعد مع أي حركة، وأيضا مع الأمطار ممكن أيضا تسهل انزلاق هذا. إذا دائما الحذر في هذه المناطق في الأيام القادمة، لا أثناء الإنقاذ ولا حتى في مرحلة إعادة البناء، يجب الحذر منها. لازم يضيفوا هذا الخطر الطبيعي للمعارف ديالهم، ويعرفوا يتعاملوا معه، ويعرفوا يعني المحتوى العلمي تاع هذا الشيء. يظن هذا أكثر باش يفهموا الظاهرة الطبيعية في شكلها العادي، ما يمشوش مع كلام يعني غير منطقي، ويعني كيتداول في كما تشاهدوا الآن ما عندوش أساس علمي. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.